أيها الهادي للحكمة وواهب الفطنة ومثقف الجهال ومجير المساكين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أولا أيها الأحباء، أريد أن أعبر ربما عن شيء يصعب علي اليوم التعبير عنه بكلمات بشرية، ألا وهو أن الرب برحمته ورأفته أعطاني أنا شخصيا بعد هذا الافتقاد من قبله هذا الوضع الصحي اللي مرقت فيه لي 5 شهور غايب عن الشام تقريبا، أن أعود البارحة أو قلت البارحة إلى دمشق إلى البطريركية إلى المريمية وأكون مع أهلي وعائلتي هنا في دمشق. فأريد أن أعبر عن شكري للرب وعن سجودي أمام اسمه القدوس. وكنت هذه الفترة لا أخفي عليكم أن أقول أنه كنت عم أشعر بقوة محبتكم وصلاتكم جميعا اللي كنتوا عم تحملوني بصلواتكم أمام الرب لحتى يعطيني الصحة والقوة لحتى أرجع أكون بيناتكم، كما أنه أنا ما بنساكم أبدا، فأنتم في قلبي وفي ذهني وفي داخلي بشكل دائم. نحن كلنا عائلة وحدة، كلنا أخوة بالمسيح، وكلنا بنحمل بعضنا بالصلاة، والأخ يتقوى بأخيه، وهكذا نشهد بمحبة بوحدتنا مع بعضنا البعض، بمحبتنا لبعضنا البعض، بصلواتنا من أجل بعضنا البعض، بنشهد من أجل اسمه القدوس المبارك والممجد إلى الأبد. نحن اليوم ندخل في الصيام الأربعيني المقدس، غدا الاثنين يبتدئ الصوم الصيام الأربعيني الذي يقودنا ويهيئنا إلى الأسبوع العظيم، ومن ثم إلى قيامة الرب يسوع المسيح إلى الفصح المبارك والمجيد. نحن بالصوم يا أحبة فينا نحكي كثير عنه، وله معاني كثيرة ونواحي كثيرة. ما هي فوائد الصوم؟ ماذا تكلم الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد عن الصيام؟ هناك الكثير والكثير والكثير. نحن بنقرأ بالإنجيل أن الرب يسوع نفسه صام ومارس الصيام وتكلم في أوقات كثيرة عن قوة وفعل الصيام. احنا بالصيام ننقطع من ناحية عن بعض المآكل، نعم هذا صحيح، ونقوم به تلقائيا ومن أنفسنا، ولكن بالطبع للصوم معاني كثيرة روحية. الصوم مسيرة قداسة لا ينحصر فقط إذا كنت بتأكل الجبن أو لا تأكل الجبن. نحن ننقطع اللحم والمآكل الزفرية بالطبع، لأنه منريد بالصوم أن نعبر عن هذه المسيرة القداسة ومسيرة النور رحو قيامة الرب يسوع، عن حبنا بأن نقدم شيئا للرب يسوع، بأن نقدم كل ذواتنا. من أجل ذلك يشترك الجسد كما النفس في الصوم، فنحن نمتنع عن بعض المآكل حيث يشترك الجسد في كل هذه الأمور، ومن ثم نعبر أيضا بنواحي أخرى كثيرة عن تلك المعاني التي هي مسيرة نور نحو قيامة الرب يسوع المسيح. اليوم مثلا قبل البدء بالقداس الإلهي في نهاية صلاة السحر،
الصلوات اللي رتلناها تتكلم عن بعض جوانب من هذه المعاني للصيام الأربعيني المقدس. فمثلا ترتيلة من هذه التراتيل تقول، تتكلم عن الصوم: لقد انفتح ميدان الفضائل. الصوم هو فترة لاكتساب الفضيلة، ومشان هيك عم نقول ونحن على أبواب الصوم اليوم، غدا نبتدئ بالصيام، ينفتح لنا باب ميدان الفضائل. فيا أيها المؤثرون، المرنم كاتب التسبيح يخاطبنا نحن المؤمنين جميعا وإلنا بإسمنا: يا أيها المؤثرون، السعي نحو الأمور الصالحة بجهاد الصوم الحسن، فلنتدرع بالصليب ولنبارز إبليس محاربين ممتلكين الإيمان كسور غير منصبع، والصلاة كدرع، والصدقة كخوذة، وعوض السيف. فلنمتلك الصيام الذي يبتر من القلب كل رذيلة، فالذي يصنع هكذا فإنه يقتبل الإكليل الحقيقي من المسيح ملك الكل في يوم الدينونة. نعم، لاحظت الحديث. عن ماذا يتكلم المرنم؟ عن أن الصيام هو ميدان للفضائل، تمسك بالإيمان، اتكال، التذرع بالصليب، ولنبارز إبليس الذي يحاربنا والذي لا يريد أن نخلص بإيماننا الذي هو كسور لا ينصدع الإيمان، والصلاة التي هي كدرع، وعمل الإحسان، الصدقة، فعل الخير الذي هو كخوذة، والصيام الذي هو كالسيف الذي يبتر كل رذيلة من قلب كل إنسان. القطعة اللي بعدها، الترتيلة الثانية، تقول أيضا اليوم في نهاية صلاة السحر، بيقول: يا أيها التائقون إلى سكن الفردوس. كلام مؤثر، لأنه عم يوصفنا كاتب التسابيح، عم يوصفنا نحن جميعا جماعة المؤمنين بأشخاص يتوقون إلى سكن الفردوس، لأنه نحن نعلم أن حياتنا على هذه الأرض هي حياة عابرة، هي جسر لحتى يوصلنا بالسماء، ولحتى نكون ونحن في هذه الأرض ونحيا هذه الحياة الدهرية نتلمس الفردوس ونعيش في ملكوت السماوات. بيقول: هلما فلنبتعد عن المآكل غير النافعة، ويا أيها الراغبون في معاينة الله. نعم، نحن إلى هناك نبتغي أن نصل برحمة الرب، أنه هو يكشف ذاته لنا فنعاين مجد الإلهي، ولهذا نحن نسعى لمعاينة هذا المجد الإلهي. يقول: أيها الراغبون، هي رغبتنا الحقيقية. نحن رغبتنا الحقيقية ليس أن نتلذذ بالخطيئة، رغبتنا الحقيقية ليس أن نتلذذ بأمور هذا الدهر الفاني والباطلة، رغبتنا الحقيقية في قلبنا هي أن نحيا في الفردوس وأن نعاين الله. بيقول: هلما فلنصم ولنواظب على الصلاة والابتهال بعزم خالص، فنخمد أهواء النفس. أهواء النفس هي ثمار الخطيئة: الغضب، الشهوة، الكسل، الشراهة، الأنانية، الفضول، حب الرئاسة، التكبر، الاستكبار،
الاستهزاء بالآخرين، الغضب، الغيظ، فلنخمد في داخلنا هذه الآلام، الأهواء، ولنواظب على الصلاة والابتهال بعزم طاهر، ونسلك بخفة نحو المسلك العلوي. نحن كما ذكرت دوما عيوننا إلى السماء، ونريد أن ترتفع حياتنا على الأرض نحو السماء، وأن تهبط علينا مراحم الله من السماء، فنصير ما بنعرف حالنا إذا عايشين على السماء ولا على الأرض، ولكننا نحن مغمورون برحمة الله اللي بتعطينا القداسة، واللي بتعطينا الطهارة، واللي بتعطينا فعل الخير، وأن نقوم بكل ما هو صالح. وذلك لننظر كل هذا، لننظر الجمال السيدي الفائق. نحن ربنا في ملكوت السماوات ما راح يكافئنا بشيء من عنده، بأمور دنيوية. رب راح يكافئنا بنوره، بجماله، بمجده، بأن نكون مغمورين بنوره الإلهي، وأن نعاين جماله السيدي، يعطينا ذاته، يخلينا نكون مشمولين برحمته ومحبته وجماله. في أعظم من هذا؟ هو الذي قدم لنا ذاته على الصليب، أيضا سوف يعطينا ويغمرنا بجماله السيدي عندما نكون في ملكوت السماوات. ولهذا نحن نصوم، نحن نصوم لأننا نعتبر أنفسنا أننا أشخاص بالإيمان الذي نملك، بالمحبة للرب يسوع التي نملك، نريد أن نشهد له وأن نبرهن عن حبنا له، وأن نعطيه وأن نقدم له كما أعطانا هو ذاته على الصليب. ولهذا الصيام هو هذه المسيرة، مسيرة القداسة، مسيرة التخلي عن الذات، مسيرة الابتعاد عن كل رذيلة كما ذكرت، من أنانية إلى شهوة إلى شراهة إلى غضب إلى كل فعل سوء. مسيرة أن نكون أبناء النور ولا أن نكون أبناء الظلمة، وهذا بالنفس وبالجسد بكاملي بكياني، نفسا وجسدا. أريد أن أقول له يا رب أنا بحبك، ومثل ما أنت أحببتني وافتديتني بدمك الكريم، أنا بحبك وبريد عبر عن محبتي هذه. كيف بعبر عن محبتي هذه؟ كل واحد منا، نحن ببيوتنا بعائلاتنا، مثلا إذا واحد منا سافر إلى بلد بعيد وبده يرجع على بيته، بيتذكر زوجته، أولاده، قرايبينه، حدا بهمه، صديق له، بيريد بيجيب له تذكار، بيجيب له هدية إلى ما هنالك. هذا كله مثلا ليعبر عن محبته، ليعبر انه هو الانسان ما نسيه، هو في ذاكرته. نحن كيف نعبر عن محبتنا للرب اللي هو احبنا وقال ليس حب اعظم من هذا ان يفتدي للانسان اولئك الذين يحبهم؟ المسيح افتدانا بدمه الكريم على الصليب، اعطانا ذاته، مات بالجسد من اجلنا، وذلك لكي يجعلنا ابناء الله من جديد، أبناء القيامة، أبناء النور، وألا نهلك في خطايانا وفي سقطاتنا. عشان هيك ببداية هالصوم الأربعيني بدعي لكم جميعا يا أحبة، بدعي لكم بصيام مبارك، بدعي للجميع بصيام يكون مسيرة مباركة، مسيرة قداسة أمام الله وأمام الناس. بدعي لكل الموجودين، وادعي إلى كل أبنائنا في القبصية الأنطاكية الرسولية المقدس في الوطن وفي بلاد الانتشار جميعا، فردا فردا ندعي لهم بصيام مبارك، على كل واحد منا أن يكون شاهدا حقيقيا للإيمان الحقيقي، للصدق، للحق، لما ائتمنه الرب في الإيمان على تلك الرسالة التي ائتمنه عليها. الرب يعطينا جميعا صيام مبارك،
وفترة مقدسة، وببركة هذه الأيام المباركة يعطينا أن تزول هذه السحابة التي تعصف ببلادنا، وأن ننعم بالسمام وبالأمان وبالطمأنينة وبالهناء كما ينعم بها سائر الناس. يعطينا الرب أن يحمي الجميع، أن يعزي ويبلسم قلوب كل أم سكلة، أن يرحم شهدائنا، أن يعيد المخطوفين، أن يعيد المهجرين، أن يبلسم جراح الجميع، وما في أكثر من الجراح في كل بيت وفي كل قلب في هذه الأيام. نحن أصحاب حق ولذلك لا نخاف، قد ندفع الثمن غاليا ولكننا صامدون وباقون ومتجذرون في إيماننا وفي بلادنا وفي أرضنا. ونصلي في بداية هذا الصوم المبارك من أجل السلام في العالم كله وفي سوريا بشكل خاص. الله يحميكم، صيام مبارك على الجميع. آمين.